سحوركن، اجا رمضان يزوركن. مرحبا واضح، انا مسحر منطقة راس بيروت يلي هيدي المهنة ورثناها من جدودنا. اصحى يا نايم وحد الله، قوموا على سحوركن، اجا رمضان يزوركن. الله هي سنة عن الرسول، اول من بدا فيها هو الصحابة سيدنا رباح بن بلال بن رباح. والدي تعب ما بقى قادر يمشي بقلب الشوارع، فأخذتها عنه انا لحتى نكمل المسيره وتضل العالم انه تفيق على السحور، ما بدنا نقطعها هيدي الشغله. امرار عالم انا وقاطع بتعطيني سحور ضيف، بضيفوني التمر، بضيفوني مي. يعني بوصل على البيت الحمد لله بكون مسحر، ما بحاجة انه اقعد ارجع انه اقعد اعمل انه ارجع اتسحر بقلب بيتي. ببلش سحر من الساعة 12:30 للساعة 3:30 4، شغلة نوعا ما متعبة لأنه كلها مشي، يعني منفيق العالم على الطريق، على طريقة إنه بنستعمل فيها صوتنا شوي، بنستعمل الصوت العالي لحتى العالم بتعرفي بتكون مسكرة الشبابيك لحتى يوصل الصوت إنه مرق المسحر حتى مع صوت الطبلة تبعت المسحر. اصحى يا نايم وحد الله. فيها متعة كتير حلوة وفيها أجر عند رب العالمين بالنهاية، اللي عم نعمله نحن لله تعالى. والمميز انه كمان الاولاد بيصيروا لانه الاولاد ما بينزلوا بالليل لما يكون قاطع المسحرات، بالنهار بالعيد اول يوم العيد هو قاطع المسحرات، الاولاد بيصيروا بينزلوا معه، بيمشوا حواليه، بيصيروا يرددوا الاناشيد يلي بكون عم بيقولها.